الأول أول كان عندنا ثلاثة مرشحين وهما الأول صلاح الدين أبو الغالي والثاني عبد القادر غزلان والثالثة نبيلة رميلي. بغينا نعرفوا يأكدوا لنا الترشيح ديالكم من هو المرشح ومن هو واحد واحد. الأول صلاح الدين أبو الغالي. شكرا شرايف. كنعلن انسحاب ديالي من ترشيح لرئاسة المجموعة. واش كنساحب نعطيه بكم الله يرحمه ديما نسمعوا باش نسمعوا جميعا. يا 99 الإخوان من المصابون لصالح نبيلة الرميلي. المبتلعون لا أحد. الرابدون لا أحد. وبلادة البائدة وهي السيدة.